جيل الحاجز كينيات بدا دابا يعطي راسك الراحه، سير ترتاح مع فهمتي، راه سير ترتاح احسن لك والله، يا دابا يا ما كاين والو، لان راه بقى تكذب على راسك تاجل دابا سير ترتاح حتى انت يقدر تصدق لك فهمتي، تدخل في الكاتيجوري ديال تمنى وتسنى فهمتي، حتى انت ولي بحال الاخرين اللي كيقول لك تمنى وتسنى صافي فهمتي، ما بغيتيش تخدم عليها من دابا، سير انت كاين جوج تنوع الناس اللي كيخدموا واللي كيتمناو كيتسناو. هاد السوال هذا ما لبستوش منين، تدابا نقول لكم منين ما لبستوش ولقيت 700 جبار شي بحال. السلام عليكم، تسولني تقول لي اخاي سيمو شنو استفدتي من سيمو لايف، شنو استفدتي من هاد ستوريز هادو، شنو استفدتي من هادشي كامل اللي استفدت ولي شفتو الصباح كامل كاع الدراري كنعرف كلشي ضارب بيا، تستفدتي للدراري داكشي اللي كنعيش العام كامل باش نكون في واحد البلاد اللي ماشي بلادي، بعيدة على المغرب نص الكرة الأرضية، شي 10,000 فوت 10,000 كيلومتر باش بعيدة على المغرب، وملاقي مع مغاربة وجزائريين، وقبل كانوا عندنا التوانسة حتى هما، يا الليلة هادي باش كانوا عندنا حتى التوانسة وكانوا المصريين وكانوا الأردنيين، كان كلشي هنايا، دابا المصريين مشاو رجعوا، بقاو المغاربة هنايا لأن المغاربة مستقرين. فهمتي المغاربه ولاو مستقرين هنايا، هادو كاملين الدراري اللي بانوا مستقرين، خلاهم شنو اللي خلاهم يستقروا هنايا، هاد الانستغرام والفيسبوك وكدا، وكنا تعارفنا وسيمو لايف، سيمو لايف هادشي اللي هذا فهمتي، هذا هو الانفلونس، تتاثر في واحد عايش بعيد عليك اثرتي فيه خليتيه فهمتي حتى هو يجي يسافر هنايا، كنا اصلا تعرفنا في المغرب الدراري كاملين بلال سميتو، كنا تعرفنا في المغرب قبال عاد من بعد تبعوني لهنايا، وكل واحد تيحاول ياخذ الاخر للمستوى الموالي، كيما انا عندي شي دراري صحابي تيحاولوا دابا ياخذوا للمستوى الموالي، تقول لي سيمو ياس بوكيت تايلاند مزيان الراحه عايش بخير ما خصك حتى خير، احسن شعب احسن ناس احسن احسن احسن، ما كاينش حاجه احسن، لحقاش حنا البيزنس نقلبوش على الراحه، حنا كنقلبو على فين كاين البيزنس، لو فين تقول لي كاينه دبي وكاينه السيليكون فالي، سيمو خاصنا نمشيو تما، وديجا هما سبقوني تما، يا كاين اللي سبقني دابا لدبي، كاين اللي سبقني للسيليكون فالي، وانا باقي كنفكر، هاد زوينة ما عرفناش المستقبل اش مخباه، شكون اللي قال غادي نبقى هنايا، انا بعدا عاجبني هنا، مي قلت لهم اوكي سيرو تما نشوفكم شنو درتو، ومن بعد فهمتي وديما تيصيفطوا ليك تيحمسوك، سيمو هنا سيمو كدا سيمو طرا سيليكون فالي واو واو واو، شوف دابا شحال تبارك الله ديال الماركيترز اللي كيعيشوا هنا حدايا مغاربة. واش اللي كيعيشوا في دبي مغاربه، واللي كيعيشوا في السيليكون فالي مغاربه، وشوف على نيتورك في العالم كامل، ولا على الجزائريين ولا على المصريين، شوف على نيتورك كي غادوا كتكبر تبارك الله، شوف قد كنعرف لما اللي ما كنعرفش راه كيشكلوا 90% من اللي كنعرف، فهمتي 10% هما اللي كنعرف تقريبا، هادو هي احصائيات غير تنشير، اما 90% من المسجات اللي كيوصلوني خويا سيمو انا اش كندير، خويا سيمو انا اش كندير، ما كنجاوبش عليهم كاملين بيان سور، مي راه بزاف كل واحد في الدراري هادو كاملين عنده قصه، والقاسم المشترك كاع القصص هو الخدمه 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 فهمتي، والماسيف انتليجنت اكشن الوقيته اللي كيزيدوا في حياتهم لقدام هي الوقيته فاش كيخدموا، وين فوا كينعسوا كيبداو يرجعوا، وحتى واحد ما زادوا لقام قاد كلشي حاول يصنع شي حاجه من والو، لان انا مني انا كما قلت في واحد الفيديو كل لقيتها مقاده ما غادي ندير حتى شي حاجه في حياتي، علاش غادي ندير راه ديجا مقاده، بدا وتبارك الله عليك وطلع لي وجهي احمر على حقاش النهار كامل كنا في الشمس في الباطو ضرباتني الشمس بزاف، وما تنساش تفكر افري داي از نيو داي، وكل نهار راه فرصه كتعطاك، واستغل داك النهار العاود وطلع ليا في راسك و2000 نسيت قبل ما نمشي، كتفكر تبدا شي حاجه ياك كتفكر شي حاجه تبدا السيمانه الجايه تبدا بعد 6 شهور، كتكذب على راسك، احسن وقت باش تبدا هي دابا نسالي السيمانه الجايه شرجي داك الدري بلي راك تكذب على راسك، شحال مره في حياتك قلتي غدا حتى لبعدو السيمانه الجايه الشهر الجاي كدا وما درتيهاش، دابا عرفتي الا ما درتيهاش دابا ما عمرك ما غادي ديرها، ويا ما كان عندي هاد المشكل هذا، عندك شي بلان بعدا ديجا دوينه على كيفاش تحط الاهداف ديالك في 2018 وتخدم عليهم، وراه ماشي تخدم عليهم من تل شهر 3 ولا تل شهر 6 ولا تل شهر 9 العام الجاي عاد تبدا، غتبدا دابا الا ما بديتيش دابا غيسير في حاجه يعطي داكشي التسع غيسير قطع ديك الورقه وارتاح، كاين جوج ديال الحاجات كينيات بدا دابا يعطي راسك الراحه سير ترتاح مع فهمتي، راه سير ترتاح احسن لك والله، يا دابا يا ما كاين والو،
لان عاد بقات تكذب على راسك تاجل دابا ترتاح حتى انت يقدر تصدق لك فهمتي تدخل باش تدخل ديك الكاتيجوري ديال تمنى وتسنى فهمتي حتى انت ولي بحال الاخرين اللي كيقول لك تمنى وتسنى صافي فهمتي ما بغيتيش تخدم عليها من دابا سير حتى كاين جوج انواع الناس اللي كيخدموا واللي كيتمنوا وكيتسناو كون انا شخصيا بعدا دوك الناس ديال تمنى وتسنى ما كنعرف حتى واحد فيهم صدقات لي كنعرف واحد اللي صدقات لي فيهم كاملين هما تقريبا فهمتي الملايين عايشين في هذه الكره الارضيه واحد فيهم اللي صدقات لي بقالت كارثي تمنيت سنة تطلع ليه الدم وانا نجي خدم عاد صدقات لي اليوم مجموعين هنا يا حاج ساتوشي مشكر مروان ممدوح بلال الشجيد حكيم اول حاج صالح ياس الفطور مع الشداد شجيه دقا بلال بلال بحرا كان في البلاد بقى فيها الريح ديال باقي فيها الريحه ديال البلاد يا صحاب الرعاقه صالح صحاب الرعاقه صالح صحاب عند بلوكه خاص صالح عند بلوكه خاص صحاب الرعاقه صحاب الرعاقه بلال اليوم الاول راني في راس العام هما الدراري انا كيتشلبخو الماستر مايند باج بحال هكا من لي الماستر مايند اول حاجه الدراري كيدوزوا النهار الاول في المياه الزرقاء الشواطئ ديال الرمال البيضاء باش العام كامل يدوز زويون اور راه خالص كده صراحه خاصه تجي من اللي اللي خاصه والله السلام بركه الله نبداو تشدي ديالنا الصباع ديال الصباع دابا جوج بنانات زبيب كاوكاو البينات باتر ونزيد البينات باتر هاي البينات باتر هنا يا باقي نزيد واحد جوج معالق كبار نغرق بهم هنا صافي غرقتها بواحد جوج معالق كبار شك ولا حرير صافي يا الله توكل على الله يس جايز يوم الح نزل الوحش ديالي ويا الله نمشيو نخرجوا صباح زوين I told you so قلت لكم صباح زوين جاي نخرج بقيت كادو من كيري اكسبريس بحال اللي قلتي امانه في المغرب كنتعاملوا معنا في الطيرون ديال هي البارتنرشيب ديالنا في الشيبينغ اي حاجه ديال التوصيل للناس ولا شي حاجه في الطيرون هي اللي كتكلف صباح راه وصلت هادو شركه ديال التوصيل يا حسره هابي نيو يير كيري اكسبريس قدر الله تفكرونا وريح باش تعرف الحياه زوينه اليوم سالت لي ريحتي كنت باغي نمشي للمول باش نشري ريحه وهي تجي الريحه شتي الحياه شحال زوينه صاحبي زادو كملوا على الريحه يلصقوا لي زميه جو هنا زعما تفكرنا عشير تفكرنا مزيان ما تنساناش احنا وصلنا للمكان ديالنا المفضل مع الصباح طاب وخط موبيلة عالية ياس اليوم هذا الصباح هذا طرد واحد الحاجة زوينة جيت خشيت تجي في السروال وهاد السروال هذا ما لبستوش منين حتى دابا نقول لكم منين مثال لبستوش ولقيت 700 جبار شي بحال 200 درهم مغربي هذا تساوي 203 ديال الدراهم لقيت 4000 اخر مره غادي نبان لك كنت لابس هاد السروال هذا اللي هو ولا كبير عليا كنت في التصويرات ديال مع ملكة جمال العالم ناتالي غليبوفا اخر مره يعني شي شهر دابا داز اليوم جيت خشيت تجي لقيت 700 جبار فعرفتي الفرحه ملي كتلقى 200 درهم في السروال نسيتي اولي اس امام هاد المنظر هذا الزوين الفطور الجميل الكيك هذا تا هو مبارك جوج ديال لي ماكارون
وما يفوق 40 غرام ديال السكر، ينصح ب 15 غرام ديال السكر ماكسيموم في النهار. مي اليوم تشيل نضرب هاد البانانات شيك، ها انت شي شرا فيه، شوف فيه 20 سنتش سنتش، شوف ومسمنه بالفرماج وكاشير غير صح. اليوم ما كاينه شي حاجه صحيه، داز صعبنا من هنا. كان هادشي راجل مزيان الله يرحمه مسكين. يس ان ذا فيرست كلاس سينما. هاد السناك عاوتاني قبل ما ندخلو للسينما. حراس علينا السينما دابا صالاد خير، انا غادي ناكلو في الصالاد كيف ما بغينا. السيمانه كامله وحنا كنحسبو فيها بالكالوريات، تشيكن ستيك مع بيف ستيك كوكا ديجا ضربت فيها النص، باقا غادي نزيد نعمر هاد الكاس المره الثانيه والثالثه ان شاء الله. ان شاء الله الاخوان كيديروا لي الطاجيج على حاله، ياس الدجاج حلال وهاد اللحم حلال، كلشي مشري من الطانون في ماكرو، ماكرو حلال. ياس الكاس الاول مشى، الكاس الثاني كريتشاو مشى منه النص، جوج مشى منه الرباع، صالاد مشات صافي. داز ولد الحاج من هنا طاب التبصيل، هذا كان راجل مزيان الله يصلح. هادي ما قدرتش نسالها والله، ما قدرت نسالها الطريف الصغير ديال اللحم، والله ما قدرت نسالها صافي. بصيت جاسيت كلشي ما قدرتش نسالها. اعتذر الاخوان، اعتذر واحد شويه قطع البت دابا شي ثلاثه السوايع تقريبا، كنت مع الكوتش ديالي ديال السبور، كنت معاه بقينا كندويو شنو درنا شنو ما درناش، خاصني نتبدل ونمشيو نكملو النهار. دابا دابا غادي عند شي دراري كيعاودو راهم صدقات اليوم، نشوفهم كي دايرين انت واش كيعاودو هاد السيمانه هادي كي دازو، واش جمعات عاودو لي هاد السيمانه كانوا هنا عزيم صدقات اليوم، نمشيو نشوفو. واو واو هاد الدستور هذا سميتو بلال، شتي كي داير في البسطه بخير بلال طمرو هاكا صور الحاج كي داير كي داير الوليد صافا عليه. واش جيد وصادق عليك، صادق عليك اخويا. هما الدراري مجموعين هنا، هذا سميتو بلال الشديد، اول واحد دخل شوف بيفاي المغرب، وكنعتذروا هاد الدراري مقاطع البيت اصلا السوشيال ميديا كنت مسوق لها 4 السوايع دابا ما سوق. اخوان صباح الخير، اعتذر والله السوشيال ميديا راه شي حاجه ثانويه، ما كنصورش كلشي، اذا تلاك الا مشيت تليت صافي كنتنسى كاع نصور. كنت مع الدراري صحابي كنت ملهين نسيت كاع صورت، واصلا ما عنديش نوتيفيكاسيون، كنت سولتي الدراري صحابي يقول لك ما عنديش نوتيفيكاسيون. صور معايا صحابي كيصيفط لي ميساج ما كنقراش، حتى الوقيته اللي انا كنمشي كنحل السوشيال ميديا انا باغي نحلها، ما علاش ما خاصش حاجه تكون نوتيفيكاسيون، ما كاينش حاجه كتشغلك. او سمحوا لي راه اليوم ما بارطاجيش كل ياه الساخر وجبه قبل ما نمشي الناس هادو كبروا مع القناه في الاي ماك حيدتهم، عادي نقدر نصور